السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم. كما أخبرناكم مسبقا، هذا الشاب اللي ظهركم في الفيديو جبروه اليوم مقتول، مقطوع الرأس، مشوه الجثة، ومرمي في أحد الحاويات مخصصة للأسبح. الشاب هذا جبروه مقتول في ما يسمى ولاية أسرد بجماعة أو دائرة القويرة. سبب مقتل هذا الشاب تعدت الروايات، كل حد كيحكي رواية مختلفة عن الحد الثاني. قالوا على أنه مشكل خاص بين أصدقاء، وآخر قال على أنه متاجرين بمخدرات القرقوبي وما إلى غير ذلك. كذلك ذكروا على أنه مشكل قبلي وخلاف قبلي وانتقام قبلي. مهم أنه تعدت الروايات، في الأخير القتل هو واحد، تشويه صوت هذا الشاب، قطع أو فصل رأسه عن جسده ورميه في حاوية الأزبال في مخيم أسد، مخيم تيدوف. اللي أثار انتباهي حقيقة، وغنسمعوا في التسريبات الصوتية وغنضيف مزيد من التسريبات الصوتية، البوليزاريو اللي كتداعي على أنها دولة ذات سيادة وعندها رئيس وعندها وزراء وعندها جيش وشرطة ودرك ومؤسسات ومخابرات، ماشي هي اللي كشفت مقاتلي هذا الطفل. هذا الطفل هو شاب حقيقة بين 18 و17 سنة، تقتل في مخيم أسرد بمخيمات تندوف. لكن جات شرطة الجزائر من تندوف المدينة وعدلوا تحرياتهم وطلعوا البصمات وكشفوا الجاني. هذه الأخبار اللي تقال رايك في قضية مقتل هذا الشاب، وبالتالي حد فسر دخول شرطة تندوف الجزائرية المخيمة تندوف لاتباع الجاني وكشف الجنات هذو القتلة يخرج بنتيجة وخلاصة واحدة، على أن البوليزاريو كدولة غير معترف بها حتى من الجزائريين نفسهم. وخير دليل هو دخول شرطة تندوف لمخيمات تندوف، وما سمحوش نهائيا شرطة البوليزاريو أو جيش البوليزاريو أو درك البوليزاريو الكشف على الجنات والكشف على المجرمين. سمعوا بعض التسريبات الصوتية، حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. مرحبا وسهلا منبر الشعب الصحراء، ياك لباس بخير، ياك بعد رجعتنا شرطة الجزائر، شرطة تندوف، تندوف ياك جاتنا شرطة تندوف، إيه إحنا قاعدين أصلح لنا شرطة تندوف، بلعت شرطة نحنا هذه مسيكينة قاع، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما هاد قلت تقبل، بلي تجبر واحد يجبر ولا عمو، ولا يجبر ولا خال، ولا يجبر قريبه، ولا يجبر صديقه، ويرعى فيه الوجه، إوا شرطة تندوف ما هي راعية وجير ولا العم، ولا الخو، ولا القريب، ولا تبع العميت، الوالد كامل عندهم سيان، إوا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إحنا قاع شنو نقول. والجزائر هم هي ويلهم يحموا ترابهم اللي ما عاد احنا حامينها بعض اللي يحموها هما خالي ذا التسيب بعد كاع اللي احنا مسيبين ذا كان باطل، تعود حق شرطة الجزائر تعود هي هي اللي تحكم فينا، خلي التسيب يوفى، خلي التسيب يوفى وكبرى العلب يوفى، عيد ما وصلنا فيهم رحمة، ما فهم رحمة ولا فهم شفقة ولا فهم حنان. ذيك الشرطه بدا حتى بدا ولا ترعى الخوله ولا العم ولا الخال ولا الجد ولا القاري، الويل كامل عندهم سيان، احنا لا اله الا الله منا يرعى على وجهه تبن عميته والخال والصاحب وذاك كامل ولا هم قادين الله قالب الله قالب، يعني تعرفوا انتم بين الصحراء لا تجوا العباره تعرسكم، تعرفوا قد الخارق اللي من فيه احنا الله قالب، هو ما عندهم راعي ولا وجه في حد بدا من المحمين، احنا باطل ارضهم يحموهم ارضهم الا الحقيقه لا اله الا الله محمد رسول الله، حكمنا عنهم بعضا لان معزين العائله وتوينا لله وانا الى راجعون، احنا عدنا نقتلوا كنا يقتل بعضنا، هذا عادي قال له الصح حق ما نعرف شنو، ثم انا قاعد خايفين نقتل المغرب اللي عندنا، احنا قاعد نتكاتلوا بيننا، كنا خايفين من الجزائر قاعد تقتل اولادنا، عاد احنا قاعد كنا يقتل الثاني، احنا قاعد اللي اولادنا كلهم عاد يقتلوا ولا اولادنا عاد يقتلوا بعضهم، حسبنا الله ونعم الوكيل في ذا
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هو هذا المخلوق اللي قال الحسن سليمان الكذاب، حد متابع متابعة علمية يرى بعلمه ما بيه عزة بني حسان. في البداية إلينا هجم على البيضان سبق بني حسان وقال اعلن موسى الهراج الذي هو على شجرة بني حسان والذي تجتمع فيه المعاقل جميعا بما فيهم بني كلاب وذوي حسان وذوي عبيد الله وغيرهم وذوي منصور، قال اعلنوا قاع لا عاقبة له، وهذا منصوص في كتابه لكم مشي نهركم. أيوة عقب لين اجتمع بذلك المجموعة الذكية اللي هامها تعدل به شجرات ما هي خارجة، قالوا له خلينا بني حسان كان ندخلوا فيهم، خلالهم بني حسان ومجد فيهم مكرم، يغير عدلهم نكتة ثانية ان عدلهم شجرة ودس فيها خبز سبات ما انزل الله بهم من سلطان، وهذا احنا بيناه عدنا الوثائق. لا هو في شجرة بني كلاب اللي صاحبه هو أصل التحقيق في النسب اللي هو ناصر السلاوي في طلعة المشتري، ولا هو عند ابن أغبدة الزيدي شيخ الشيوخ، ولا عند الناصري، ولا عند وللمصطفى البياري سيداتي، ولا هو عند أحد من كتب حول هذا النسب. دار خمس أبات، واحد حسان الأصار، وربع أبات بين معقل وموسى الهراج، وسبحان الله اللي أنت تشوفهم اللي أيضا للزلزلي في الجزء الثاني عندما تكلم عن نسب بني كلاب المعقليين، دار الشجرة العادية أضاف عبد الله لأنه مذكور لأنه ولي عبد الله عاقب اسمها، لكن للخرافة اللي هي ما دارها في الجزء الثاني. إلين تواصل معها خالد والموسى، ضاف هذا الأبات الخمسة المراحيم الخمسة اللي لا أساس لهم، ضافهم في الجزء الثالث، وعدنا الوثائق أيضا لمن يريد ذلك، ضافهم في الجزء الثالث وقرر فيهم المراحيم الخمسة الوهميين. وهو هذا المفتري عنده شين قالوا تناسخ النسخ، يعني اعلنوا كل نسخة عدد منها ثنتين، شوفوا اعلنوا عنده شي يقولوا أجم الأول أجم الكبير وأجم الصغير وهلال الكبير وهلال الصغير وحسان الكبير وحسان الصغير، وهكذا أي نسخة يعدل منها ثنتين، واحدة تعود هي المعروفة عند الناس لا تلاوي نبشوا، والثانية يقري هو فيها اليبقي. هذه مسألة معروفة مشهورة، يعني خلاص القول على أنه أيضا مولي لين تاب المولانا من الطعن في نسب بني حسان بني جعفر، واعترف على أن موسى الهراج له عقب، قام ودار فيهم طامة وهي أبات خمسة. أي إنسان مختص بالشجرات لا يقول على ان هذه الشجره مضروبه لان مزورين فيها خمس ابات ما هم فيه، واصر على ذلك. وعندما وصله اننا بينا هذا الكذب قام قاع وقال عليهم ما هم خمسه انهم ثمانيه، اخر فوكالو قال عليهم انهم ثمانيه وليسوا خمسه، يعني اضاف ثلاثه ثانيه اجداد، وقد يضيف شيء ثاني به اللي احنا عدنا له هو اسبع شجرات والله ثمانيه والله قاع 12، كل واحدة منهم مطور فيها الشماك كان فيها إما في لقب شديد وإما في أب شديد وإما في نقص شديد، لأنه هو جبل على الكذب وتطوير الشجرات وعمل الشجرات من لا شيء، صلى الله السلامة والعافية. وبناء عليه من يدافع عنه؟ والله من يعتقد صدقه؟ والله من يقيم وزنا لما يقول؟ هو إنسان سبحان الله لا يتنبش في رأسه، وحتى أي حد من بني حسان ناصره معناه أنكم لا لودون،
أن الكتاب القادمين قالوا البني حسان قاعد وصلوا لمنطقة المغرب العربي، ما هم ياسرين ما يزيدوا على 200 فارس، ولكن كثروا بغيرهم، يعني دخل فيهم ياسر، وهذا هو شأن بني هاشم. إيش راجل واحد والله تجي مجموعة قليلة وتحصر عليها الناس وتكسر بها. ما معنى أن كل حد يسمى من بني حسان أنه خلاه حسان الجعفري الزينبي؟ إذا حد كامل طايح من اسمه اللي يقول الحسن، إذا معقعه لا لو قدوله صميم حسان وأصول حسان. حفظكم الله ورعاك. يا مرحبا، حياك الله، كيف حالك؟ أنت معافي. بالنسبة لبني صالح، يعني كنت تقصد، ما نعرف أي صالح تقصد، لأنه هو الحسن سليمان مثلا تنقل بين 7 من بني صالح، صالح العبد الله والموسى الثاني، عبد الله هذا منقرض وفى منه بعد 5 سنوات، وصالح من بني الأخيضر انقرض بعد دين طويل، وهذا هم اللي تركوا ومشى عنه، وصالح الأعور اللي عقبه معناها انه اغلب ذريته من محمد العرب او الارت وباقي عقبه في صح، وهذا هم اللي وفى منه، وصالح الجوال وانتقل بين سلسلتين من سلاسله، مهبوب اولا واشاد بها، وبعدين انتقل الى هذين بن مسلم وما زال فيه. يعني اعلنك انت صالح الذي تقصد شنو؟ يعني انه مردته هو مع صالح ايضا مولي مرد، كلها كذب وتزوير. ثانيا بني وين هم بني صالح؟ اذا انت تقول بني صالح فعلا خارقين آل ابي الضحاك، وانتهى عقبهم في الحجاز ومكه والمدينه، ولهم ارض في قرب المدينه، فهمت؟ وجميع الذين ذكرهم هناك، والدهم كان محبوس في سمراء، يعني لا في تلك المنطقه، ولا واتحدى ان يذكر لاحد منهم هاجر الى بلاد المغرب العربي او بلاد السودان او هذه الارض، ما لك لا تشوفه نهائيا. وكذلك مثلا ذراريهم منهم هو كل مده تعود معروفه، وناسهم كتبت، ولا قد تتحصل قبيله ان قالها بني صالح نهائيا. وانا اتحدى حد يحصل لي حد ذكر في هاي البقعه كان قالوا بني صالح الا اهل اماره نكور صالح بن طريف، والله ما يسمى بصالح الصنهاجي، والله بصالح ولا صالح هذا اللي هو ذريه عبد المؤمن والصالح المعروف اللي هم شرفات الشيت الادارسه، حد ثاني قالوا بني صالح حد ينكتونه. اما كذب هذا المفتري اللي يقول لك بني صالح تعني كانوا كيتا بمبارة وفلان والسنوك، واي تلميذ لكوارين قالوا المودة، والله المودة دخل البغان وقرا فيهم ويقول لك هذا من بني صالح، المودياتين الفلانيين، وهذا ما انزل الله بهم سلطان، لان اللي ذكر المودات المودي مالك، سمعت؟ والمودي همت، والمودي اوبك، امس وغيرهم، هذا ما فيهم احد يدعي قاعده اللي عنده هو نهائيا، ولا فيهم حد راهم عندنا تواريخ كامله يدعي الصالحيه نهائيا، على اختلافهم وتفاوتهم. السلام عليكم ورحمة الله، منبر شعب الصحراء، شطاري يكذب يا خير، او انتم شنبتكم اشحالكم كاملين يكذب يا سيار خير. رانا معزين هاي العائلة اللي مش ضحية هذا القتل الجبان اللي عدلوا الشاب، رانا معزين عائلته، معزين صحراوي بصفة عامة، قطعا على انه هذا الوضع ما تلي بشر بخير. هاي عتلي بشر بخير من اللي يعود فيه هذا النوع من الجرائم، غير قطعا على انه يالتي يتم البحث في ياسر منشي ماذا هو حاق بعد. اما الشرطة القضائية ولا الشرطة اللي تتبع هذا النوع من الحوادث،
يالطا كانت تدخل على المجتمع الصحراوي بكري في السبعينات. يا غري اللي في اللي يظهر على انه على ان هذه القضايا تتبع لم يعد معدلها مواطن بسيط لا حول ولا قوة، هو اللي تنجاب له ذي الناس المختصة في ذي الجوانب ذي. يا غير بعد احنا لاكر صحراويين متضررين، وعندنا حتى احنا جرح عميق في ذا الجانب ذا، هو نطلبه من الشرطة الجزائرية ومن من القضاء العالمي على انه حتى هو يتبع ذي المجرمين اللي عندهم ياسر من الاخطاء الفادحة في القتل وفي ابشع انواع القتل اللي مارست على ذي الناس، كان اللي مات ظلما وعدوانا، بين اللي مات رميا بالرصاص، ومبين اللي مات تحت سياط تعذيب، ومبين اللي مات يقطع حي عينيه طشطش كل مرة مقطوع منه جزء. نطالبهم على انهم حتى هم يعدلوا التحقيق في ذا، ونطالبهم اللي قيادة البوليساريو على انها تنعت لنا مقابر خلقنا هذا اللي خلف في الرشيد اللي ما لنا عارفين منين دافنينه، كانوا قاعد ندفنوا والله نزلق حتى هو الكتاب والله قاعد اللي نكب عليه لاصيد انحرق من القضاء. وطبعا على مدى هذا النوع من الجرم ما يظل حد يتماشى معه ولا يظل حد يتعاطف مع اهله، واهله قطعا على انهم خصمين له اقصى نوع من العقاب. حاجة بعد ياك مدى تخليق ذي النوعيه ذي هي، ومن خلالكم اللي رانا نطالبوا قياده البوليساريو على انها هي اللي تمتثل العداله وتمتثل ذا كامل اللي قطعت من الاجرامات القتل حتى هي قتلت وكتلت وذبحت وقطعت ونكلت ولا خايف شي ما عدلته. ولا هو كي قال محمد يحضي هذا النوع من الاجرام ما هو من اليوم، هذا اللي كان دارج ومدرج على الناس اللي قد حد تكلم فيه، والله زاد الناس ظاهر لا قبل ما تتكلم فيه، يعني اللي تكلمت فيه تنال هي طم من ذاك اللي يتواس، وكانت مضلة وكانت مخوفة. هذه الحقيقة. مرحبا وسهلا يا اخي، لاباس يا اخي، لا تخسر عليك. شوفي القتل ما معاه حد، ولا فيه ولد عم ولا فيه ولد خال ولا فيه ولد جد، قتل عملية شنعاء، جريمة شنعاء، ما يقد حد يجي معاها بغض النظر عن هوترك قاصري. زايد على ذاك نحن رانا في تراب الجزائر كيف نقول لكم، والتحقيقات في ذا النوع من العملية في ذا النوع من الجرائم عنده مخابر مختصة فيه وعنده شرطة مختصة فيه، ونحن دي ما هي عندنا علامة من علامات عنا، ما عندنا دولة لا حد لنا شعب لا جوتو يعني. وبالنسبة شي من الكلام نسمعه عييتي والله، شي من المنابر المخيم، واخر شي في المخيم، مخيم في 50 سنة خاطي ضحايا الرشيد اللي كانت للجبهة وكانت لقيادة البوليزاريو باطل، خاطي ذيك الضحايا اللي مشرعين هما قتلهم باش بعد من دون ذا الفات مش فيه 3 حالات اللي بنت 4 حالات الفات تقتل فيه. العالم الثاني من ضمن موريتانيا اللي نقيسو نحنا والجزائر اللي ساكنين فيها، يوميا ذا النوع من الحالات يوميا عاد طبيعي عندهم، هذا راه ما يزين حد الجرائم بداي غير مولي ما يعدل عنها خارقة لهون. راني ماني مع البوليزاريو وراني في المخيم والراعي في ذا كامل، غير نعرف انا عن ذا النوع من المسائل من اخر شي يخمو فيه شباب المخيم، اخر شي يخمم فيه هاو ترك يعودوا، ما هم قاع فروس من قد يعودوا الله اعلم. معنى انه لا ما تكبر المسألة عن قدرها، وجابوا الشرطة الجزائرية وانتظر يجيبوا لك شرطة الهند والله شرطة إسرائيل يجيبوا لك على شرطة الجزائر، الشرطة ينقالها الشرطة العلمية. احنا قاع ما عندنا شرطة تروق الناس ولا وتقبضها للسارقة ذيك، هي واضحة، ولا عندنا الشرطة العلمية تحقق الجرائم.